السلام عليكم. النقشة اللي قدامكم ما قبل التاريخ، في شيء ما قبل التاريخ وفي شيء جديد. ما هو بجديد أمس، لا، حوالي 600-700 قبل الميلاد. هذا الملك نابونيد، نقش الملك نابونيد، هذا النقش شهير جدا، وهذا نقش وش اسمه ذا يا ابو؟ التاج. وهذه الشمس، وهذه كتابات، يعني الحجر هذا لا يقدر بثمن. الحصات اللي قدامنا يجب المحافظة على مثل هالأمور، جميلة جدا، ويدل على أن منطقة الحائط منطقة استيطان بشري قديم رائع. جميلة جدا.